السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماء مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله نور على نوري
والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا بناها؟ رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ولأنعامكم. أخرج منها ماءها ومرعاها
متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاء أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. صدق الله ورحمة الله وبركاته.